قبل ما أبتدي خلينا نسمع لهذا الفاصل ترنيمة للأخت فادية وهي أيضا عابرة إلى المسيح. ها صلاتي يا قلبي وأحبابي أن تجد خلاصا في إلهي، فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني. إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني. إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني. فيا أبي وأخواني قد مات يسوع وفداني. يا أبي وأمي وأخواني قد مات يسوع وفداني. قد مات يسوع وفداني. اهلا احبائنا مشاهدينا، كانت او كان هذا الصوت الاخت المحبوبه الاخت فاديه بزه، وبتتكلم من خلال الترنيمه انه هي يعني امنت بالمسيح لكن هي مش خاينه للوطن ولا للاسره ولا للعيله، بل بالعكس ازدادت محبتها للوطن وازدادت محبتها لاسرتها. وهي الامور اللي يساء فهمه مع الكثير من العابرين، يؤمن بيسوع المسيح على طول العيلة بتعتبره خاين، خاين للوطن، خاين للدين، وخاين للنبي، وخاين للأسرة أيضا، ويواجه كل أنواع الرفض والطرد والاضطهاد، والبعض يسجن والبعض بيتعذب والبعض أيضا يقتل شهادة ليسوع المسيح. ما هو السبب؟ السبب هو بكل بساطة إنه آمن واختبر يسوع المسيح.